حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد قليل. نبدأ من موقع الترا عراق لمقال الكاتب أحمد السعداوي، قال فيه: يتصور كثير من الفاعلين السياسيين العراقيين أن مشكلتهم اليوم هي مع أزمة تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث، للأسف لم ينفقوا وقتا كافيا لتأمل الأزمة الكبرى التي يغطسون فيها، وهي أنهم هم المشكلة، وأن هناك بونا شاسعا بين تصوراتهم الضيقة والوقائع على الأرض. فحتى لو اجتمعت كل الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة على صفقة مقنعة لكل الأطراف، فإن هذا لا يكون خروجا من الأزمة الكبرى التي صنعتها على مدى عقدين تقريبا، ممارسات الطائفية السياسية واستهانة غالبية القوى بصلاحيات الدولة الحصرية من إمساك السلاح والأمن والتأسيس على الفساد المالي والقانوني بكونه عرفا مقدسا لا يجوز المس به. خلاصة هذه الأزمة الكبرى تتجسد في الخطابات الصادرة عن قوى الإطار التنسيقي الذي يتحدث دون مواربة عن حق المكون الاجتماعي الأكبر في السلطة والأغلبية الحاكمة، بتجاوز فاضح لأعراف العمل السياسي والدستوري ونتائج الانتخابات. كلما فتحت هذه الأحزاب فمها فإنها تقول بشكل فاضح إنها لا تؤمن بالهوية السياسية والتي تشكلها اختيارات الأفراد، وإنما هناك كتلاً اجتماعية صماء تحت عناوين طائفية، وهناك قيادات طبيعية لهذه الكتل الاجتماعية هي بالضرورة قياداته السياسية شاء الناس أم أبوا. إن هذا التصور قبلي عشائري متخلف لا علاقة له بالعمل السياسي أصلاً، الذي من طبيعته أنه عمل متحول ينمو ويتغير ويتبدل، وهو تصور يسلب إرادة الأفراد أمام قدريات وإكراهات الأصول الطبيعية الاجتماعية من طائفة ولغة وعرق وجنس، بالإضافة إلى كونه تصوراً غير علمي ولا واقعي، يعلي من بعد واحد في الهوية ويتجاهل حقيقة التعدد والتشظي وتراكب الطبقات في هوية كل إنسان وفرد. فأنا مثلاً أنتمي إلى فضاء هوياتي متخيل اسمه الكتاب والمثقفون والمؤلفون، بقوة أكبر من انتمائي إلى أصول العشائرية، وتجمعني مع جماعة المتخيلة هذه مشتركات كثيرة حتى على مستوى السلوك واليوميات وتصوراتنا عن العالم. إن الأقلية والأكثرية في عرف السياسة الطائفية ليست اختياراً، إنما قدراً لن تستطيع الفرار منه، بينما في العرف الإنساني لا أحد يتحمس كثيراً للأغلبيات، فهي هلامية وفضفاضة ولا تشكل كياناً اجتماعياً حقيقياً قابلاً للحركة، فكل العمل والنشاط هو داخل إطار الأقليات، الأقليات التي ندخل إليها باختيارنا لا بسبب ما يقرره زعماء سياسيون. كل المراقبين للأوضاع والمتابعين للإعلام متأكدون من أن الخارطة السياسية للعراق والحياة الاقتصادية والأمنية تعيش أحرج وأخطر مراحلها، وتنذر بتغيير كثير من الأمور، وتتجه نحو الأسوأ الأشد فتكاً وخراباً ودماراً من كل الكوارث، وتقترب من الوصول إلى نتائج غير متوقعة تصب في مصادرة إرادة الملايين من بعض المسؤولين وقادة الميليشيات المختلفة والسلاح المنفلت، وتسعى أيضاً إلى تفويت الفرص التي فيها بعض الأمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على المصالح والعلاقات الإنسانية بين العراقيين، وتنسف فرص السلام والتعايش. هكذا إذن يرى الكاتب صبحي سلايه في مقاله بموقع كتابات. المنطق والعقل عندما يلمسان عدم التفاعل مع الخطوات الإيجابية والواقعية وتسخير القضاء لمآرب سياسية وعدم الجدية في البحث عن الحلول السياسية والعملية السهلة وطرح وجهات نظر ومبادرات مستعصية
بخصوص معالجة المشكلات والتعامل مع المتغيرات بطرق غير عقلانية وركن الدستور والقوانين على الرفوف العالية، فإنهما العقل والمنطق لا يخفيان تشاؤمهما تجاه ما يحصل داخل النفق العراقي الذي بدأ عندما تظاهر العرب السنة ضد التهميش والإقصاء والحرمان، وعندما تم تجاهل فحوى رسالتهم وتم التعامل معهم باللامبالية التي تدل على الإخفاق المريع والفشل الذريع والنقص الكبير في الخبرة والدراية بأمور السياسة والإدارة والحكم. وامتد هذا النفق عندما لمس الكرد الاتجاهات العنصرية والطائفية التي تدفع باتجاه شن حرب شاملة ضدهم، رغم أنهم كانوا يوصفون بالحلفاء، لا أحد يريد أن يفرط في التشاؤم، وأنا أيضاً. ولكن عندما نترقب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونجدها محتقنة ومثخنة بالجراح وتحاول إلحاق الضرر بالسلم الأهلي، وعندما نستمع إلى الأخبار ونجدها شائكة وكئيبة ومريرة وغير مطمئنة، ولا نجد فيها ما يدل على السعي لإعادة ترتيب أوضاع العراق. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالة للكاتب ياسين التميمي. في السابع من شهر نيسان أبريل الماضي أنجز التحالف العربي بقيادة السعودية الخطوة الأكثر أهمية في سياق الأزمة والحرب في اليمن اللتين يتحكم التحالف بمعظم تفاصيلهما، حينما مرر على عجل صيغة للانتقال السياسي بدت لدى المتابعين عملية قسرية لم يتوقع أي من الأطراف اليمنية حدوثها بعيدا عن الحد ولو الأدنى من التوافق. حسنا، لقد نجحت السعودية ومعها الإمارات في نقل السلطة إلى مجلس يخضع تماما لإرادتهما، ولكن تبقى هذه التسوية المرحلية ناقصة نظرا لبقاء الحوثيين المرتبطين بإيران خارجها. لأجل ذلك لا أرى أن الأمور جيدة بالنسبة للسعودية قائدة التحالف حتى بعد فرض مجلس القيادة الرئاسي، على الرغم من التأييد الدولي لهذا المجلس، إذ يتعين عليها أن تتهيأ لمرحلة ما بعد الهدنة المقرر أن تنتهي بحلول نهاية هذا الشهر، وسط تصعيد واضح من جانب الحوثيين يشي بأنهم استثمروا الهدنة جيداً في التحضير لمعارك الحسم ضد القوات الحكومية، خصوصاً في جبهة مأرب وتنفيذ المزيد من الهجمات العابرة للحدود، فيما لم يكف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الادعاء بأن اليمنيين نعموا لأول مرة بعيد لم تكدره الحرب. لن يكلف التمرد على الهدنة الحوثيين شيئا، لكنه سيولد ضغوطا هائلة على السعودية والإمارات، وهذا لا يعني أن الدولتين ومعهما الشرعية مجبرتان على التمسك بالهدنة وحمايتها دون الاستعداد للخيارات التي قد تفرضها إيران بواسطة حلفائها الحوثيين، خصوصاً إذا فشلت مفاوضات فيينا حول الملف النووي. ليس هناك من تصور لنهاية مثالية للحرب اليمنية، كما لا يوجد هامش مقبول يسمح بتحمل الكلف التي قد تنجم عن إنهاء الحرب بتسوية تكافؤ الجماعة الطائفية المسلحة المرتبطة بإيران. وهذا يعني أن التحالف ليس أمامه سوى خيار واحد فقط، وهو تكريس مشروعية الحرب عبر التأكيد على معادلتها الحقيقية، وهي السلطة الشرعية في مواجهة جماعة متمردة، كما يسمح بالاستثمار التشاركي المربح لمجلس القيادة الرئاسي من خلال تعزيز مكانته القيادية والوطنية والتصرف بمنطق الحليف المخلص الذي لا ينبغي أن ينازع المجلس الرئاسي سيادته وقراره الوطني. استبعد الصحيفة الجارديان البريطانية انتصار روسيا في الحرب على أوكرانيا في المدى القريب وفقاً لمحللين غربيين، مؤكدة أن كل خيارات بوتين المستقبلية محفوفة بالمخاطر. وذكرت الجارديان أن الجيش الروسي يقترب من الوصول إلى حالة من الإنهاك بعد هجوم فاشل على كييف وشنه محاولة جديدة للاستيلاء على مناطق في شرق أوكرانيا، في الوقت الذي يستمر فيه الغرب بتصعيد العقوبات على موسكو. إن الجيوش لا تتعافى بسرعة من مثل هذه الخسارة المدمرة.
أنا لا أعتقد أن الروس سيكونون قادرين على تحقيق أهدافهم في غضون الأسابيع المقبلة. يحاول بوتين اللجوء لحل آخر من خلال الإشادة بانتصار الجيش الروسي في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته الإشارة إلى أن البلاد قد تواجه صراعاً مؤلماً وطويل الأمد في أوكرانيا، وخوفاً من الهزيمة رجحت الصحيفة أن تهدد روسيا بمزيد من التصعيد من خلال تلميح بوتين باحتمال نشوب صراع نووي. واستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العرض العسكري الذي يترافق مع يوم النصر خلال السنوات الأخيرة لعرض قوة جيشه والكشف أحياناً عن أسلحة جديدة فائقة التطور، ومن المتوقع أن يندرج العرض هذه السنة في السياق نفسه. نشر موقع مودرن دبلوماسي الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن المحنة التي يعيشها المسلمون في الهند مع كثافة عددهم. تؤكد إحدى الدراسات أن عدد المسلمين في الهند سينمو كثيراً مقارنة بأي مكان آخر في العالم بحلول سنة 2060. وأوضح الموقع في أثناء تقريره أن عدد السكان المسلمين في الهند قد يفوق عدد السكان الهندوس، إذ يؤكد الهندوس المتعصبون أن الإسلام يسمح بتعدد الزوجات على عكس الهندوسية. وعلى هذا النحو من المرجح أن يكون عدد أفراد الأسرة المسلمة أكبر من الأسرة الهندوسية. لهذا السبب يسعى حزب بهارتيا جاناتا إلى فرض قانون مدني موحد يحظر تعدد الزوجات. ويشير الموقع إلى الدراسة التي أعدها الباحث رياض حسن بعنوان المسلم الهندي، علم اجتماع الأقلية الدينية، والتي استنتج فيها أن عدد الهندوس سيزداد بنسبة 35% من 1.03 مليار في سنة 2010 إلى 1.38 مليار في سنة 2050، بينما من المتوقع أن يزيد عدد السكان المسلمين الهنود بنسبة 76% من 176 مليوناً إلى 310 ملايين في نفس الفترة. وهذا يعني أن أكبر زيادة في عدد السكان المسلمين في جنوب آسيا ستحدث في الهند. وذكر الموقع أن الهند ستكتسب مكانة عالمية جديدة من حيث التكوين الديني لسكانها، ولن تكون الهند أكبر دولة هندوسية فحسب، بل سيبلغ عدد سكانها المسلمين 310 أيضاً، وهكذا ستصبح الهند أكبر دولة إسلامية في العالم، وفي الوقت الذي ستمثل فيه الأغلبية الهندوسية 77%، فإن نسبة المسلمين ستزداد من 14% في سنة 2011 إلى 18% في سنة 2050. ويوضح الموقع أن الدستور الهندي والحكومات المتعاقبة فشلوا في ضمان الأمن المادي للأقلية المسلمة وكذلك الأقليات الأخرى، ومنذ التقسيم قتل أو جرح أكثر من 40,000 مسلم في أعمال شغب معادية للمسلمين. وخلال أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في دلهي هدمت منازل ومتاجر المسلمين على الرغم من أمر تعليق من المحكمة العليا. نشر موقع ميدل إيستاي مقتطفات من كتاب جديد للصحفي البريطاني بيتر أبورن يستعرض فيه دور مركز بحث للمحافظين الجدد في بريطانيا في تفكيك فكرة التعددية الثقافية والتسامح وكيفية استهداف المسلمين في بريطانيا. ويحمل الكتاب عنوان مصير إبراهيم، يحمل كيف أخطأ الغرب مع الإسلام، وقال إن الواحد توقع مثلاً بعد كارثة غزو العراق عام 2003 أن تنتزع المصداقية، أن تنزع عن الأيديولوجية التي قادت الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلا أن هذا لم يحدث، وإنما استمر تيار المحافظين الجدد مؤثراً في السياسات ووضع المعايير، واحتل رموزه أماكن مهمة في المؤسسة السياسية البريطانية والأمريكية.
تعاملت الحكومة البريطانية والمخابرات والشرطة مع عملها كمنفذين للقانون إلى حراسة معتقدات شخصية أو أيديولوجية. ومنذ عام 2005 بدأ جودسون وكأنه في مهمة لتمزيق الاستراتيجية التي تبنتها الحكومات البريطانية المتعاقبة من مكافحة الإرهاب، وحاول الترويج لنهج عن المسلمين عبر التقارير والأوراق البحثية واستعراض العضلات الإعلامية. وبالتحديد قال إن الوسائل التي استخدمتها الدولة البريطانية ضد الإرهاب بما فيها ضد الجيش الأيرلندي الحر والمشاكل في أيرلندا لم تعد صالحة، فقد كانت الحكومة مرتاحة للعمل مع المجتمعات الكاثوليكية ومواجهة المسلحين والدعوة للمصالحة. وبعد هجمات 11 من سبتمبر كان الرد البريطاني الطبيعي تكرار التجربة الإيرلندية ودعوة قادة من المجتمع وعزل من ينظر إليهم كمتشددين والحصول على معلومات عنهم. لكن مركز بوليسي إكستشينج رأى أن السياسة غير صحيحة وأن الحكومة البريطانية لا تواجه المتطرفين، ويجب التركيز على أمر أكبر، مواجهة الأيديولوجيا. ورأى مركز بوليسي إكستشينج أن الإسلاموية هي رؤية عامة تعلم أتباعها أن الإسلام هو أيديولوجيا سياسية شاملة ويجب معاملتها بهذه الطريقة. تطرح للبيع على الأربعاء في جنيف أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات، هذا فضلاً عن ماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من رأيها للصليب الأحمر. فقد أوضح رئيس قسم المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف ماكس فاوست أن ذا روك التي يبلغ وزنها 228 قيراطاً هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوماً في مزاد ما، مؤكداً أنها ماسة مصقولة على شكل إجهاصة وهي مميزة فعلاً. وذكرت التوقعات أن سعر هذا الحجر الكريم الذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تكشف هويته قد يصل إلى مستويات قياسية. أكد فاوست أن الحجر متماثل تماماً مقدراً سعره بما يزيد عن أو بما بين 20 إلى 30 مليون دولار، ورجح أن تكون المنافسة للاستحواذ عليه شرسة قد تؤدي إلى مزادات مرتفعة. واستخرج هذا الحجر الكريم الخام الذي صنعت منه هذه الماسة في عام 1901، استخرج من منجم في جنوب إفريقيا. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، برعاية الله وحده.